الاعلامي الكبير الاستاذ مصطفى بكري. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء الخير يا استاذ. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. يعني كان لسه معانا الاستاذ طارق العوضي، والحقيقه هو قال ان هو كشخص كان يفكر في النزول بعد ان اعلن جماعه الاخوان المسلمين انها ستنزل وستحشد، اعلن انه تراجع ومعه بعض الطائرات عن النزول غدا. اذا لا يمكن ان، يعني زي ما هو قال، المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين. مستوى الوعي العام يشير الى ان هناك اداء مختلفا خلال المرحله القادمه، كيف تفسر الامر؟ يعني بالتاكيد عندما تعلن جماعه الاخوان انها قررت النزول وتحرض على النزول، من المؤكد ان لهذه الجماعه اهدافها السياسيه والتخريبيه. هم يريدون استغلال بعض الأحداث بغرض إحداث حالة من الفوضى في البلاد، ويتكرر سيناريو ما حدث قبل ذلك في ثورة 25 يناير. ولكن الحقيقة أنا مندهش من الأساس من الدعوة للتظاهر. لماذا؟ هل بسبب الاتفاقية التي وقعت بيننا وبين السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين؟ إذا كان الأمر كذلك فالاتفاقية ستعرض على البرلمان. الاتفاقية لم تقر حتى الآن، ولكن يؤسفني القول أن كل الداعين والمحرضين، وهم ليسوا فقط الإخوان ولكن كثيرون من الجماعات الفوضوية 6 أبريل وغيرها، هؤلاء لديهم أجندة سياسية، هؤلاء يخدمون أهداف معادية للدولة المصرية، هؤلاء يريدون إثارة البلبلة والفوضى. بس خليني أقول حضرتك، لما حضرتك أثرت أن ليس فقط هؤلاء هم الداعون، كنت أعتقد أن حضرتك ستشير إلى بعض الشخصيات أو حتى الكتلة السائلة العادية اللي لديها تحفظات على مسألة الاتفاقية وتريد، وأنا هنا أستخدم التعبير الدقيق، على مذكرة التفاهم. هي مش اتفاقية، هي ستصبح اتفاقية إذا ما أقرها البرلمان. لكن البعض أيضا من الناس العادية اللي ما عندهاش توجهات سياسية أو ما عندهاش أجندة سياسية زي ما حضرتك تفضلت، كانت لديها تحفظات وربما من باب حرية التعبير تريد أن تنزل إلى الشارع وتعبر عن رفضها وفقا للقانون. وهل سيادتك ترين أن التظاهرات الآن في هذا الوقت والبلاد تخوض حربا ضد الإرهاب أمر ضروري؟ فرنسا عندما وقع فيها حادث إرهابي واحد وأعلن أن هناك منظمات تريد أن تخرج لتدين الإرهاب، الحكومة الفرنسية منعت ذلك. إذا كنا نتصور أن حرية التعبير ونحن في زمن حرب هي أن نخرج نتظاهر ولا نعرف كيف تمضي المظاهرة، إذا كنا نتصور أن المظاهرة يجب أن تمضي بدون ترخيص، فهنا لا قانون ولا احترام لبلد ولا في نفس الوقت تقدير للمسؤولية الوطنية. البلد تواجه إرهاب، البلد أمامها جماعة الإخوان الإرهابية. فأي حد يقول أنا بنزل بتظاهر دلوقتي، أنا بقول له أنت شخص بالتأكيد لا يمكن، حتى ولو كنت بريء في أهدافك، لا بتلتزم بقانون ولا بتقدر المسؤولية الوطنية ولا حاسس البلد فيها إيه. يعني إيه انزل مظاهرة على إيه؟ ما مجلس نواب عناق هو خلاص المسألة، يعني بسرعة كده أصدرنا حكم على القيادة السياسية وعلى الجيش المصري أنه فرط في أراضيه ولديهم تحفظات. الجيش المصري هو اللي بيصون أمن هذا البلد، والقائد الأعلى للجيش المصري الحريص الذي واجه الإخوان وأنقذ مصر، مش جزيرتين، أنقذ مصر بالأساس من قبضة الإخوان وحافظ على الهوية المصرية. فأرجو الكلام الكبير اللي بيتردد من هنا ومن هنا، لا ده ناس ممكن يبقوا كذا أو كذا أو كذا، هذا غير صحيح بالأساس. اللي عايز ينزل مظاهرة في الوقت ده أنا بقول له أنت عايز تخرب البلد. البلد مش ناقصها مظاهرات، بلد في أزمات اقتصادية، البلد بتواجه حروب. طب إذا ما سألك البعض أستاذ مصطفى كيف يعبر عن رأيه؟ ما هي الوسيله التي يمكن ان يعبر بها عن رايه او موقفه؟ يعني اذا كان مثلا بعض اعضاء دائرتك يا استاذ مصطفى يريدون ان يعبروا لحضرتك كنائب عن موقفهم مثلا، كيف يعبرون؟ اللي عايز يعبر عن رايه عندك مواقع التواصل الاجتماعي بتقول كل اللي في الدنيا، يكتبوا في الصحف، الفضائيات بتتكلم بجراه وصلت الى حد عندها بتسب رئيس الدوله، وفي حرية التعبير اكتر من كده. لا، هي على فكرة هذه الممارسات لا علاقة لها بحرية التعبير. حرية التعبير مفهوم محترم وتعرفه كل الشعوب الديمقراطية. بالضبط، يعني الى السباب والشتائم. لا يعني، لا يعني الشتيمة والهجوم الشخصي لا علاقة له بحرية التعبير او الرأي. حرية التعبير والرأي دي قيمة محترمة في كل المجتمعات الديمقراطية. بالضبط. الرقية لها تجربة وتاريخ كبير. التظاهر بقول لدعاة التظاهر يعني يصمتوا بعض الشيء ويسيبوا البلد تمشي.
البلد مش مستحملة مظاهرات تانية ومحدش يقدر يقول دي مظاهرة بريئة أو مظاهرة كذا، لا بتنزل المظاهرة بيشتغل التخريب. كل المظاهرات شفنا هذا الكلام، فكفاية ويجب ان احنا ننتبه لبناء بلدنا ومؤسسات بلدنا. احنا بنواجه بمؤامرات من الخارج ومن الداخل، أرجو الحرص الشديد على البلد. أنا بشكرك، ويمكن ربما العبارة اللي حضرتك بتقولها دلوقتي الحرص الشديد في اتخاذ أي موقف، دي والحرص هنا لا يعني أن حد بيحاول يقمع حد أو يسيطر على موقف حد، ولكن هو بيقول انتبهوا إن صح التعبير.